بصراحة يوسف بيستهبل يا أستاذ محمود، وأنا مش موافقة على الحركات دي. لا ما أنا مش لابس الروب وجاي ترفع عنه علشان تقولي لي يا أستاذ محمود. أقولك يا محمود شغال. أوكي. حضرتك فاهم قصدي؟ أنا فاهم من قبل ما أجي قبلك أصلا. طب جاي تقنعني بإيه؟ بحاول أقنعك إن إحنا نعدي الأزمة دي علشان حياة يوسف وياسمين ما تتهدش بسبب غلطة، لكن أكيد مش بنفي الغلطة دي أو بتفه منها، لا. لكن لو حسبناها بجد أكيد اللي بينهم أكبر بكتير من إنه يتهد بسبب غلطة لحد فيهم مهما كانت كبيرة. أنت لسه من شوية بتقولي ما أقولكش يا أستاذ محمود، صح؟ آه. طب ليه بقى مصمم تكلمني بلغة المحامين دي؟ تمام. هي ياسمين طلبت طلاق؟ لا. أنت ما بتكلميهاش ولا إيه؟ صراحة أنا الفترة اللي فاتت كنت مشغولة قوي بمشروع كده، ولسه يعني مشغولة فيه، فما بكلمش حد خالص. مشروع إيه؟ فيلم. إيه ده، أنت هتمثلي ولا إيه؟ لا مش للدرجة دي يعني، كفاية عليا أبقى مذيعة. لا هو مشروع كده أنا كنت قدمته في البرنامج عندي، بس للأسف إدارة القناة رفضت إنها تعرضه، فأنا قررت إن أنا هعمل فيلم تسجيلي على حسابي. لا ده انتي داخلة على ساسبنس كبير قوي. مش قوي يعني. بيتكلم عن ايه الفيلم ده؟ والله فرصة ان حضرتك معايا النهاردة اسألك شوية اسئلة كده واستشيرك. بس قبل ما احكي لك عن الموضوع ده انا حابة ان احنا الاول نخلص موضوع ياسمين ويوسف. والحقيقة انا مش موافقاك ان احنا اولوياتنا زي بعض. مش فاهم. يعني في واحدة ممكن تشوف ان الحياة مع جوزها مستحيلة لو عرفت انه بيخونها، واحدة تانية ممكن تعدي الموضوع ده عادي، لكن ما تعديش مثلا انه كذاب بخيل بيشخر وهو نايم. ياسمين بقى مادام لحد دلوقتي ما طلبتش الطلاق ده معناه انها لسه بتعقلها، فاعتقد ان احنا لازم نديها وقتها ونشوف القرار اللي هي تاخده في الاخر. Watch it.